نتحدث في هذا اليوم عن العلم في القرآن لنعلم عظمة هذا القرآن. فمن اجتهد في العلم في أول حياته فإنه إذا بلغ أشده عند الأربعين أو قبل الأربعين يؤتى العلم والحكمة أيضا، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. تتمة الآية ليست خاصة بالأنبياء، وكذلك نجزي المحسنين، هذا في حق يوسف، في حق لوط، ولوطا آتيناه حكما وعلما، في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما.